هاي جايز، كي دايرين؟ لاباس عليكم. جيتكم فيديو جديده، وفي هذا الفيديو هذا غادي نهضر لكم على ستريس، انكزايتي، اي حاجه، اي عوامل نفسيه اللي كتاثر علينا. قلت لكم شو انستغرام شنو بغيتو تشوفوا الفيديو ديال اليوم، وصراحه حاولت نختار شي موضوع من الاقتراحات ديالكم اللي شويه بعيد على القرايه ولكن في نفس الوقت عنده علاقه بالقرايه. الا نقدر نكون كلنا متفقين ان العوامل النفسيه عندها دور مهم بزاف في المسيره الدراسيه والمسيره الحياتيه ديالنا، ودائما صراحه هما المرات كيكونوا السبب ديال الفشل ديالنا في شي حوايج حيت تو سامبلو ما كنعرفوش نتحكموا في المشاعر ديالنا. صراحة ما جيتش نجي نقول لكم انني انا بيرسونلي ما كنعانيش من ستريس ولا بشي حاجه بحال هكا، حتى انا كنعيش داك ستريس. حتى انا فاش كنقول ندير لي زيكزام كنتخلع، كنستريسا، كنولي غير كنفكر، كن اوفر ثينك اي حاجه كديرها. كنقول واش يكفينا الوقت، واش ما يكفيناش الوقت، واش هادشي اللي كنديرو صحيح، واش هادشي ما كنديروش صحيح، واش بالسهراني كنقرا ولا كنضيع الوقت. دونك انا جيت في الفيديو هذا باش نقول لكم انا بيرسونيلمون كيفاش كنتعامل مع دوك المشاعر. صراحه انا باش كنحسب المشاعر هادو ديال القلق ولا ستريس ماشي كنشوفها بطريقه خايبه، كنقول واو مالك، برافو عليك، بلاتي كتستريساي بدا كيدخلك الوقت، بلاتي كتعرفي ان يو كير. اون فوا كيبداك ستريس، كيبداك القلق، كتعرف راسك انك راه بصح مهتم بالامر، يعني ماشي غير جالس وصافي، حيت ما كاينش اللي غيتستريسا هو اصلا ما مسوقش. دونك الايطاب الاولى انك بما انك كتستريسا وكتحس بالانكزايتي وكتحس بشعور خايب، يعني راك غادي في الطريق المستقيم، يعني انت راك بصح عندك النفس وما يتقرا على راسك وما يدير ديك الحاجه سواء كانت قرايه ولا ماشي قرايه. انا صافي كنعرف راسي باش كنستريسا كنقول بلاك برافو عليك. لكن واخا كنقول لكم انا ستريس حاجه مزيانه من واحد الناحيه، زعما نحش كنشوفها من المنظور البوزيتيف، شنو كاين ملي كنشوف نشوفها من المنظور البوزيتيف. عندي واحد المنظور اللي هو نيجاتيف شويه، انه هو يقدر ياثرنا على الصحه ديالنا، يقدر يزيد يكفس لنا الحاله ديالنا. مثلا بحال مثلا انا كنشوف ستريس والانكزايتي موتيفاسيون، كاين الناس اللي كتحطمهم وكينوضوا يقدروا يديروا والو. دونك اول ايطاب تقدر تبدا بها هي انك تقول بما انني تستريسيت راني مهتم بالموضوع، يعني راني بصح الامر كيخصني. واحد من العوامل اللي كيخليونا نستريساو بزاف ونحسو بالقلق، هذا القلق هو الانكزايتي، وانا كتجيني ويرد نقول القلق، المهم كنحسو بالقلق، هي اننا ما كنكونوش كنشوفو فيوتشر، ما كيكونش كتبان لنا شي وجهه محدده، ما كيكونش كيبان لنا واحد لوبجيكتيف اللي خصنا نتبعوه. كتكون موتيفي ولكن ما عارفش راسك فين غادي، فين واصل. انا دائما كنت اون فوا كنبدا نحس بستريس كنت كنشد ورقه وسيلو وكنبقى نكتب كاع لي زوبجيكتيف اللي عندي، يعني اليوم واش غندير، غدا اش غندير، بعد غدا اش غندير، وشنا هي لا دات بريسيس اللي غادي نسالي فيها كلشي. بحال هكا كنبقى نقول اوكي انا دايره بلانين، انا عندي واحد النهار اللي غنسالي فيه، دونك انا عارفه راسي فين غادا، ماشي غير غادا بحال هكاك في الخوا الخاوي. دونك بحال هكا كتولي عندك اون فيزيون، كتولي كيبان لك الحاجه كتبان لك قدامك. دونك انت كتبقى تقول مع راسي وصافي انا راه كلشي عندي بلاني، كلشي عندي واجد، ما عنديش نهز الهم لداكشي لديك الدرجه. اون فوا بديت تحس براسك مستريسي غادي تمشي غادي تشوف شي واحد اخر اللي نتايا كتحس بيه في نفس الموقف بحالك. باغ اكزومبل كتعتبر راسك انك انت معطل في قرايتك ولا شي حاجه بحال هكا، معطل قرايتك اونتر بارونتيز، واخا ساشون كو انك تقدر تكون تما معطلش في قرايتك، راه غير عقلك الوطني كيقول لك راك معطل في قرايتك السيد، نوض ستريسا. شي نوتر بيرسون كتسولها، ولكن شوف اختار اون بون بيرسون، اختار اون بيرسون اللي انت عارفها هي غتكون 100% انت في نفس النيفو ديالها، ولا هي باقا معطلة عليك كثر باش كتعطيك الموتيفيشن، كتمشي عندو كتقولو صافي وصلتي، شنو درتي، هذا هذا هذا، صافي باش كتشوف هو النيفو ديالو، ماشي كتشوف فوق منك دونك كتبقى تطلع راسك انت الفوق. نو ماشي هادشي اللي قصدت، كتشوف انك انت داكشي اللي كتحس به انت وديك لا سيتواسيون ديالك كيعانيو منها بزاف ديال الناس، بزاف ديال الناس كعايشين داكشي في حياتهم، دونك راه ماشي انت بوحدك، واش كيقلل عليك داك ستريس وداك الانكزايتي. ودايما واحد المقوله كنقولها واللي هي النقطه ديالنا الثالثه، I'm a master of myself، يعني انا اللي كنحدد المسار ديالي، المسار ديالي في يدي انا وما في حتى شي واحد اخر. هذه اون فوا توصل لكم هذه الفكره هذه لراسكم، راه بزاف ديال المشاعر غيمشيو ليكم. فراسك انك انت اللي كتحكم في المسار ديالك، المسار ديالك في يديك. باغ اكزومبل انا صراحه باقي كنعقل المره الوحيده اللي حسيت بالستريس لدرجه الستريس، عاقله واحد المره اللي حسيت بها اكثر ستريس حسيت فيه في حياتي، وكان صراحه الوقت الغير المناسب لانني نحس بالستريس، كانت الوطني اول امتحان ديال الفيزيك، كانت اكثر درجه ستريس حسيت بها، اكثر درجه عرفتي راه عرفتي داك ستريس اللي صافي عقلك كيخوى كيدير بلينك، صافي ما كتبقاش عارف شنو كاين في حياتك. واحد 20 دقيقه وكنحس براسي بلوكي، يعني ما عارفاش راسي اش كندير. واحد 20 دقيقه كنت بلينك فيها، ما عارفاش راسي اش فين، ما عارفاش راسي اش كندير، حاطه الورقه قدامي ما عرفتش شنو نكتب لي، انا عارفه شنو خصني ندير ولكن باش نكتب لك داك الشيء كنت غادي نحماق. انا كنت عارفه داك ستريس غادي يجيني في الاول الامتحان، كنت عارفه، كنت موجده راسي، كنت عارفه راسي غنستريسا في الدقائق الاولى، ولكن عرفتي واحد الشعور راه عمرك
معاكم وتقدروا تحسوا به، ما تقدروا تكونوا حسيتوا به، ولكن بديك اللحظه هذيك انا حطيت السلوات من يديا، والجمله اللي قلت راسي مالك القرايه اللي قريتيها كامله غادي تضرب لك في الزر واذا ما طفرتيش في هذه اللحظه هذه. ما عندكش تستريساي، ما عندكش تعصبي راسك، ما عندكش تخلعي، بقى انا اللي غادي نتحكم في هذه الهضره. انا كنت كنقول راسي قدري تبي تضرب لك ماشي بحال شي مسلسل ولا شي حاجه بحال هكا، ولكن راه بصح هادشي راه كنت كنقول راسي الله يكذب بصح. كنت كنقول مع راسي انا هاد الورقه هاد راه ماشي غادي تنوض تاكلني ولا غادي تضربني. وانا صافي لقيت راسي نضيع 21 دقيقه ضاعت ليا، قلت وضعت ليا 20 دقيقه راه ما غاديش نضيع الوقت، شحال بقى ليا كاع، بقات لي جوج سوايع ونص. هادشي هذا خصني نستخدمو صالحي، وخصني نعتبر ديك 20 دقيقه اللي فاتني واحد 20 دقيقه اللي كنت كنجهز فيها راسي نفسيا ديال انني نكمل الامتحان مزيان. ما شفتش ان ديك 20 دقيقه شي حاجه نيجاتيف، شفتها على اساس ان واحد الوقيته اللي انا عادي دوك المشاعر كان خصني نحس بهم وصافي مشاو تخلصت منهم. دوك قلت مع راسي مالك اذا ما خدمتيش دابا راه زعما ما عندكش فرصه ثانيه، خصك دابا تخدمي راسك وتوجدي راسك بزاف. هادوك المشاعر عاديين راك انت عارفه راسك غادي تحطي فيهم وصافي. ديك الساعه بديت كنخدم عادي بحال ما وقع والو، مسحت بالي كاع داك الوقيته اللي ضيعت وكملت عادي جدا. بحال هكا خصكم تخلصوا من دوك التراكمات اللي عندكم، داك ستريس اللي حاسين بيه قبل واحد الفتره في حياتك. مابقاش تقول اه صافي انا راضيه واحد 3 ايام. بحال دابا باغ اكزومبل بزاف عندكم في الفتره هذيك ضيعت الوقت بزاف، الناس راه سابقيني في القرايه وانا حسب لي ما نقراوش هاد العام هذا، وكنت اول على الاساس اذا يقراونا وداك الشيء ودابا اش غندير انا وسال الدوره الاولى. صافي مزيان، صافي سال الدوره الاولى صافي، وي دونت كير اباوت ذات. صافي داك الوقت اللي ضاع عليك اعتبرو كنتي كترتاح فيه، فهمتيني، واز يور تشيل تايم. دابا غادي تبدا صفحه جديده، غادي تخدم او ماكس ديالك، غاتعطي الماكسيموم ديالك باش تريكوبيري داكشي اللي فاتك، ولكن او ميم تو ما تخليش داك الماضي ديالك يضرك نفسيا. كما قلت لكم يو ار ذا ماسترز اوف يور سيلف، انت اللي غادي تحكم في الحياه ديالك. حتى شي واحد، ربي كيعطينا اختيارات في الحياه ديالنا، حنا اللي كنختاروهم وماشي شي واحد غادي يجي يفرض علينا، خصوصا اذا كانت شي حاجه اللي ماشي شخص. دابا انت ورقه الامتحان واش شخص، القرايه واش شي شخص، نو راه انت اللي كتحكم في داك الشيء هذاك. اذا كانت النفسيه ديالك مزيانه غادي يكون كلشي مزيان. نجي دابا نهضر لكم واحد النقطه اخرى اللي هي بحال ستريس، كتجي صراحه ناتجه على الستريس، اللي هي الامبوستر سيندروم. هاد الامبوستر سيندروم كنت ديجا هضرت عليه في واحد الريل في انستغرام، المهم هو واحد الدرجه ديال العام اللي فات، بات اليوم قلت هذا خصويت انتربريتا في هذا الفيديو هذا، حيت ليترالي واحد الحاجه اللي مهمه بزاف. امبوستر سيندروم هي واحد الحاجه اللي كتصيفطوها لي بزاف، كتقولوا لي راه حنا كنعانيو من هذه الحاله هذه، كنعانيو من هذه الحاله هذه، ولكن نتوما بالضبط ما عارفينش داكشي اللي كتعانيو منه شنو سميتو. المهم اللي معلماتكم هذه الحاله هذه هي كالتالي، انت هي كتبقى تحس براسك ان في لافان ديال لا جورني ديالك ما درتي والو، ما صافي كتقول انا نهار كامل وانا كنقرا ولكن راه ما قريت والو، شنو واش انا بوحدي بحال هكا، علاش كنضيع كاس كنضيع الوقت، نوض تقرا ما ترتاحش، شنو تقرا فوالا جمع راسك. هادو هما الافكار اللي كيجيونا امبوستر سيندروم. كتبقى تحس براسك نتايا بحال لا غير كتكذب على راسك، ولا كتوهم راسك انك كتقرا صاش ممكن راك ما كتقراش، هذا هكا انت كتفكر وكتقول انا جالس كنضيع الوقت وانا غير مخبي من الناس وداك الشيء. ساشون كو هاد المشاعر هادو كلنا كندوزو منهم، لايك انا ما عقلتش علاش في اسبوع في حياتي ما كان كاع من يومين 3 ايام كان كل نهار كامل كنقرا، كنجي في الليل كنقول ورا ما درت والو وفينا هاد القرايه هادي شنو، حيت كنحس براسي خاوي، كنحس كنشوف مثلا شي واحد قرا اكثر مني ولا شي حاجه بحال هكا. دونك انا شنو كنت كندير، شنو كندير، شنو باقي كندير، كنجبد دوك الوراق اللي قريت كنشوف فيهم بحال هكا، كنشوف كاع الورق اللي قريت، كاع لي غوزومون اللي صوبت، كاع وكاع لي غوزومون اللي قريت باغ اكزومبل، كاع لي كور اللي قريت، كناخذ ورقه وكنكتب كاع داكشي اللي قريت اليوم باش نشوف البروسيس ديال داكشي اللي درت، باش نشوف انني اليوم راه كنت كندير اشياء ماشي كنت جالسه مرتاحه. واخا داكشي ما كنحسش به انني انا كنت كنديرو، ما راني درتو. وهذا الشيء هادو غادي تلقاهم في الورقه ديالك، كل مره غتحس بالشعور هذا، غادي تجبد ديك الوراق، غتفكر راسك، غتقول انا هذا الشيء درتو انا اليوم، هذا الشيء راه ديالي انا، راني ماشي ضيعت الوقت ونسير نرتاح بحالاتي. حيتاش عارفه داك التأنيب الضمير ديال باش كتسالي نهارك كتقول اوكي غادي نمشي نرتاح، كدير تفرج شي فيلم ولا شي حاجه كتقول وانا ريوش انا جالس كنتفرج، اويلي جالس كيقرا وانا جالس كنتفرج. ساشون كنت يقدر يكون في ديك اللحظه شي واحد جالس كيقرا، ولكن يقدر يكون انت كنتي كتقرا قبل منه، قريتي مثلا افترضوا قريتي مع ال 11 من ال 11 مثلا الستة وانت كتقرا فا اكزومبل، واخا هذا بروغرام خيالي وصافي، بس ترتاح من ديك الستة تاع الليل وكتجي كتلقى شي واحد ديك الستة هذيك ولا شي واحد صاحبك كيصيفط لك ميساج ولا كيسولك على شي حاجة، كتقول اويلي هذا كاس كيقرا وانا كاس كنتفرج.
ساشون كو هذيك لا بيرسون راه يلاه انا تقرا، يعني هي راه باقي ما قراتش داكشي اللي انت كنتي كتقراه. ولكن رجعنا للنقطه ديالنا، ما نقارنوش راسنا بالناس الاخرين. تقدر تشوفوا هو في شي سيتوياسيون جالس كيقرا، ولكن انت تقدر تكون انت قاري اكثر منه. دونك نحيدوا علينا هاد السيتوياسيون هادي، ما فكرش بحال هكا. دائما استحضر داكشي اللي درتيه النهار كامل، وغادي تعرف راسك انك راه كنتي كتخدم ديال بصح، وغادي تكون مرتاح نفسيا. ودائما قول لراسك هذا مجرد تحدي جديد اللي انا غادي نتجاوزه ان شاء الله، وتجربه غادي نكتسبها في حياتي. واخا كنستريسا وهذا الشيء هذا، مي راه كنستريسا حيت حاجه جديده كنجربها، وواحد الشعور طبيعي جدا. راه القراي فينا كيتستريسا، كل شيء كيتستريسا، الناجح في حياته كيتستريسا، الفاشل في حياته كيتستريسا، كل شيء كيتستريسا. ولكن في الاخر انت اللي كتحدد واش داك الستريس ديالك غادي تحولو لنجاح ولا الفشل. يعني انت اللي غادي تحدد واش داك الستريس ديالو انت غادي تحكم ديالك، واش انت اللي غادي تماستري، انت اللي غادي تحكم فيه وغادي تحول لشي حاجه اللي هي بوزيتيف اللي هي النجاح، ولا غادي تخليه ياكل فيك وتمشي الفشل. تبغيو ليها بحال هكا؟ ما تبغيوهاش لراسكم وما تبغيوهاش لعدوكم صراحه. دائما دائما فيما تحسوا بشي شعور اللي هو نيجاتيف، سواء منتل هيلث ديالكم ولا شي بحال هكا، خصوصا باش كتكون عندها علاقه بالقرايه ديالك، سير عاود داكشي اللي كتحس به لشي واحد قريب ليك ولا غير اختك ولا اي واحد، سير عاود ليه داكشي اللي كتحس به. وانا متاكد انه هو غادي يخليك ترتاح نفسيا اكثر، غيقول لك لا راك كتقرا، راك كدير، راك كدير. وهو غادي يحدد لك دوك الاشياء اللي انت كديرهم في نهارك، وانت كيبان لك ما عندهم حتى شي مغزى في الحياه، اللي هما مزيان، يعني اللي هو كيشوفو فيك مزيان غادي يحددهم ليك، ويقول لك راك انت اليوم درتي هادي ودرتي هادي ودرتي هادي ودرتي هادي. كيفكرك في الاشياء اللي انت درتيهم واللي انت ما شفتيهمش، حيت كنتي تو سامبلومون متراكم داك ستريس اللي كتحس به. تيب لي نقدر نعطيها لكم، مي تحسوا بستريس ولا انكزايتي عندكم تبقاو تزربوا في الاشياء، تقول وزربي زربي عليا خصني نسال هاد الشيء هذا، غادي تحدد شي جولز اللي هما خياليين، تقول اليوم غنقرا هاد العرمه ديال الدروس، غادي نقرا هادشي كامل، انا اليوم غتنسال البروغرام. This is very wrong. اول حاجه غادي تخرج على راسك، حيتاش بروبابلي ما غاديش توصل لهداك الهدف ديالك. دايما خصك تحدد شي هدف اللي هو قريب ليك، شي هدف اللي هو ملموس، شي هدف اللي نتايا كيبان لك قريب، ماشي شي حاجه خياليه اللي انت اصلا ما غاديش تحققها ولا صعيب بزاف تحققها، ولا غادي تخرج لك المنتل هيلث ديالك وانت باغي تحقق فيها، وغادي تزيد تاثر عليك اكثر ما غادي تنفعك. حيت قلت لكم سيتيو جولز، ولكن غادي تسيتيو الجولز اللي هما ملموسين، ماشي شي حاجه اللي هي بعيده عليك اللي غادي تزيد تاثر عليك ماشي غادي تنفعك. ستريس خصو يتعامل مع الانسان بان كل حاجه يعطيها حقها، كل حاجه غادي تمستريها مزيان، كل حاجه غادي تعطيها الحق اللي كتستحق هي، باش انت اصلا كتبقى تقول انا غنسالي هذا الشيء هذا كامل. فرضا ساليتي 20 درس في النهار كامل باغ اكزومبل، واخا امبوسي ساليتي 20 درس، مي غادي تجي في الاخر النهار كتقول اوكي شنو قريت اليوم، قريت 20 درس، واش باقي عاقل على الكونتينيو ديال كل وحده فيهم؟ نو ما تكونش عاقل، ولا تقدر تكون عاقل ولكن غير شويه، ولا غادي تعقل واحد يومين ورا غادي تنسى ليك. دونك انت ديك الساعه غادي تعرف راسك انك ضيعتي وقتك في دوك 20 ديال الدروس، كان يمكن لك تقرا واحد 5 ديال الدروس وتماستريهم مزيان، بدل انك تقرا 20 درس وكل نهار كتعاود دوك 20 درس. كتهدف انك تماستريهم بزاف، ساشون كان يمكن لك دير 5 5 5، تكون بيس مع راساتك وتكون حاس براسك في الخدمه النهار ديالك ان كلشي عاقل عليه. باي ذا واي، واحد النصيحه اخرى نقدر ننصحكم، انا معش انا بوحدي، ولكن حاول تفصل الحياه الدراسيه ديالك عن الحياه الاخرى ديالك اللي كتكون انت مرتاح فيها. باغ اكزومبل انا كنحاول نديرو الماكسيموم انني ما نقراش فوق فراشي، ما نقراش في بيتي كامل، ما نقراش فيه. علاش؟ حيت كنحاول نفرق بين القرايه، هذا المكان ديال القرايه، القرايه هذا بلاصه بوحدها، كنقرا في كوزينه باي ذا واي، حيت اش مكيعجبنيش نقرا بيتي از اي سيد بيفور، كنقدر نقرا في الصاله، نقدر نقرا في اي بلاصه، ممكن نقرا في شي بلاصه اللي بعيد على البيت ديالي، باش نبقى نفكر انا داك البيت هو البيت ديال النعاس، البيت ديال الراحه ديالي، بغيت بيت الراحه هو الطواليت. نو اي ديدنت مين ذات، بغيت نقصد بيت وير اي ريلاكس، هذا الشيء اللي قصدت، البيت اللي غادي نرتاح فيه انا، البيت اللي غادي يكون انا مرتاح فيه، ماشي شي حاجه اللي اسوسي بالقرايه ولا شي حاجه بحال هكا، باش انت باش تفرق ديك الحياه ديالك على هذه، ماشي تمشي تفوق فراسك تلقى الكتوبه محطوطين، ماشي كتفكرك في الهم هادي تو سامبلومون، كتفكر راسك في الهم كل ما غتدخل داك البيت هذاك، خل ترتاح تلقى الكتوبه محطوطين فوق الفراش. داز ميك سانس تو يو؟ حاجه نظام نظام نظام، ماشي النظام زعما تكون منظمين بيتكم وداك الشيء هذاك ما كديروش، نظام الحياه ديالك يكون عندك واحد الروتين، واحد البروغرام اللي كتبعو كل نهار واللي كيتادابطا مع حياتك، يعني انت مرتاح فيه، ماشي انت ما كيعجبكش تقرا في الصباح غتنوض الصباح بكري وتبدا تقرا. نو، اذا كنتي كتاكد انك ما كتقدرش تقرا في الصباح بكري، غادي تختار انك تقرا في الليل مع الطال ولا سهر كاع
الليالي هذاك سوقك هذاك، ولكن يكون عندك واحد الروتين اللي هو كونسيستنت، ماشي تقرا في الليل وصباح، اختار واحد الوقت محدده اللي انت كترتاح فيها، كتحس بان الوقت اللي كيكون عقلك فايق ادابتي الباقي ديال الحياه ديالك على حسب ديك الوقيته اللي انت هي كتقرا فيها. وكما تعرفوا انا ستريس انزايتي اي مشاعر خايبين عندك في كتحس بهم سادنس اي حاجه هما اشياء اللي كيميزونا حنا كناس. حنا ناس باش نحسو بدوك الاشياء هذوك، ربي عطانا المشاعر باش نحسو بدوك المشاعر هذوك، حيت هما اللي كيموتيفيونا في الحياه. هما اللي واخا كيبانوا لك انت نيجاتيف، مي راه يمكن لك تحولهم بطريقه بوزيتيف كما قلت لكم. ما حسيتيش بهم راه ديك الساعه فيك الخلل، نهارك بدات تحس بهم كتعرف انك انسان طبيعي، وان هادشي هذا كيعني انك انت مهتم بالامر ديالك ومهتم بالمستقبل ديالك، دونك غادي تنوض وغادي تتحرك. وكل ما تحس بهم ماشي تكبتهم فيك ولا تخبيهم ولا تقول ما خصنيش نقولهم ولا شي حاجه بحال هكا، مور كتهضر عليهم بطريقه متفتحه وكتشاركهم مع الناس، ذا مور انت كتخلص منهم وما كتبقاش تحس بهم انهم شي حاجه تخايبين، ولكن كتبقى تشوفهم على اساس انهم اشياء اللي هما مزيانين. وان فوا تحس براسك فيك النعاس مثلا، بحال دابا انا اللي حاسه براسي فيا النعاس، سرت ناس عفاك سرت ناس ماشي صراحه انا زوج المرات كتبقى عليا كنكون فيا المود ديال النعاس، وكنقول او ماي جاد عندي القرايه بزاف خصني نقرا هادشي هذا خصني نسالي هادشي هذا كامل، وكنبقى فايقه وما كنقرا والو من داكشي اللي كنت باغا نقراه. دونك شنو ديروا؟ انا استفدت واحد المعلومه في حياتي عن تجربه، انني اون فوا كنحس بالنعاس ولا كنحس بالعيا كنمشي كنرتاح وكنمشي كنعس، باش كنوض باش كمي كنعاود نوض نقرا كنوض انفان كنوض حله جديده طله جديده ساعه جديده غادي نقراو اشياء جداد. اوكي ماشي تبقى تجبر راسك انك تقرا، ساشون كنت نفسيا راك ما قادش عقلك راه ما غاديش يستوعب الحاجه. دونك اون فوا تحس بشي شعور خصك ولا شي حاجه بغيتي ديرها ديرها، اذا بانوا لك ترى ما كياثروش عليك راه كياثروا عليك، ويمكن لك تكون مور بروداكتيف. مثلا تقدر تكون باقي لك 5 سوايع في نهارك ولا 5 سوايع اللي غادي باقي لك قبل ما دير شي حاجه اخرى اور سامثينغ لايك ذات، ودا تبان لك ان ديك 5 سوايع اللي بقيتي كتقراها كامله غادي تكون بروداكتيف، ساشون كنت راك عيان عييتي بزاف. ولكن فان فاكت اذا مشيتي بدوك 5 سوايع مثلا 6 ساعه ونص وبقات لك شحال 3 سوايع ونص، صراحه شحال درت الماط 3 سوايع ونص، ومشيتي قريتي هذيك 3 سوايع ونص، تقدر تكون ديك 3 سوايع ونص بروداكتيف اكثر من ديك 5 سوايع اللي كنتي انت غادي تدوزها وانت عيان وقاصه كتعمر راسك بالخوال خاوي، ماشي الخوال خاوي بالقرايه، ولكن ديك اللحظه راه ما عندها حتى شي فائده. And guys this is the end of today's video, I hope you enjoyed it، ونتمنى يكون فدتكم ولو بشويه. علاش قلتها بحال هكا؟ ايوا ولو بشويه. و كيعجبني نهضر في المواضيع بحال هكا اللي كيكونوا ريلستيك، يعني اشياء اللي راه بصح كنعانيو منهم ولكن كنا كنخبيوهم از ان ما خصناش نقولوهم، ولا واش انا بوحدي اللي كنحس بهم. كيعجبوني هاد المواضيع هادو باش كنشاركهم معاكم صراحه، حتى كيعجبكم بحال حيت اش كتستافدوا. انا صراحه عمري ما كنقولها لكم، ولكن فولو مي اون انستغرام اون ماي تيك توك انا غادي نديرهم لكم هنا، وفولو ماي يوتيوب شانل صراحه هادي عمري ما كنقولها، ولكن صراحه نتوما دايرين الواجب صراحه، ولكن قلت نقولها اليوم ما حسيت بانني خصني نقولها. اند صراحه في انستغرام بزاف كان انتراكتي معكم بزاف، مرات كنسول لكم شنو بغيتو تشوفوا في الفيديو ولا شي حاجه بحال هكا، كنجاوب على الميساجات ديالكم اذا كان عندكم شي سؤال شي حاجه فهمتوني. وفي تيك توك كنزهاو اوكي. And bye, see you in the next one.